اخصائي في التروية الطبي والعلاج الفيزيائي. عندي جوج بنيتات، كنعيش حياتي عادي بحال اي مرأة مغربية تقليدية، في دارها، في خدمتها، في الهوايات عندي متعددة بحال الرياضة، الطبخ بيان سيغ اللي هو الاول، الموسيقى، الرسم، المطالعة. هذه هي ليلى. الفكرة جاتني من ديما، عندي الفكرة أنني نشارك في البرنامج لأن كيعجبني بزاف برنامج ماستر شيف ماروك، كنتبعو بجميع النسخ ديالو بجميع الحلقات، دونك دائما كنتمنى نكون محظوظة ونشارك، والحمد لله ربي ما خيبنيش واستطعت أنني نكون باغمي لي 15 كانديدا ديال لا سيزون 5. عائلتي، صحابي، صحباتي، كاع الناس اللي كيعرفوني وكاع الناس اللي تحت لهم فرصه انهم ياكلوا من الاطباق اللي كان نصايب شجعوني باش نشارك لانهم متيقين في قدرات ديالي في الطبخ. ما توقعتش انني غادي نربح، دخلت المسابقه عادي في الاول باش نجرب باش نشوف، شويه بشويه وانا كنزيد نتشبت وانا كنزيد يبان لي اللقب قريب ويبان لي انه يقدر يحقق لي بزاف الاحلام في حياتي. المشاركة كانت جميلة بزاف، كانت مشاركة شريفة كيغمرها الحب، الصداقة والأخوة أكثر من التنافس. دوزنا واحد لابيريود زوينة بزاف حنا ولي كونديدا، كلنا صحاب، كلنا خوت، الحمد لله كنسلم عليهم كاملين. الفوز ديالي كان هديه لعائلتي، الوالديه، لبناتي، العائله ديالي كامله بدون استثناء في المغرب وخارج المغرب، لي كونديدا ديال ماستر شيف ماروك، لصحابي، لصحاباتي، لكاع الناس اللي دعموني. كاينين بوكو دي شاف، مي الاول الصراحه اللي كنتبعو بزاف هو كريستوف ميشالاك. بزاف المشاريع كيدوروا لي في راسي ومازال صراحه ما عارفاش اكزاكتومون باش خصني نبدا وشنو خصني نخلي من بعد، دونك كنستشر حاليا مع الناس اللي مختصين في المجال باش نعرف شنو الخطوه المقبله ان شاء الله. عندي مشروع ديال ان بوتي ستوديو اللي ندير فيه دي بروغرام تيليفيزي، اللي ندير فيه اوسي اون شين يوتيوب، باغا ندير ان بوتي ريستوران تكون فيه اون توش فيمينين وتكون فيه دي بلاسيناتور ديالي، دونك بزاف ديال الحوايج كنفكر شنو باش نبدا فيهم ان شاء الله. كلمة أخيرة للجمهور، لكاع الناس اللي دعموني، اللي ساندوني، اللي فان الكتار ديالي، كنقول لهم شكرا بزاف. فأي واحد مشهور دونك عنده واحد دعم، عنده واحد سند قوي، وانتم خير دعم وخير سند، وقفتوا معايا، شجعتوني، شكرا بزاف. وأنا بفضلكم الحمد لله تمكنت أنني ناخذ اللقب من بعد سيدي ربي الحمد لله. الجمهور ديال قناة لوسات تي في، كنشكركم على التتبع ديالكم القناة، وكنتمنى ان الحوار يكون عجبكم، كنتمنى القناة مسيرة موفقة وتابعوها دائما ان شاء الله.